أحسن الله إليكم. سائلة من الجزائر تقول في هذا السؤال: إذا منع الزوج زوجته من رؤية أهلها، وإذا ذهبت هذه المرأة لزيارتهم دون إذن من الزوج، فما الحكم في هذا العمل مأجورين؟ هذا يختلف اختلاف السبب في منعه. إن كان أن أهلها يفسدونها عليه ويخبقونها عليه فله الحق في منعها من ذلك، أما إذا كان أهلها لا يفسدونها عليه ولا يتدخلون في شؤونهما فليس له حق المنع من زيارة أقاربها وأرحامها، ليس له حق المنع، فلها أن تزورهم. نعم.